نبدأ مع بعض بأول وصفة وهي أجنحة الدجاج. عندنا هنجيب الأجنحة وهنغسلها كويس جدا وننشفها. عندنا زبدة، دقيق، ليمون، ثوم، وبيكنج باودر، وزعتر فريش، ملح وفلفل، والكريمة اللباني. أول حاجة هنعملها إن احنا هنتبل الفراخ وإيه وندخلها الفرن تتشوي شوية حلوة أو تتحمر، بس بطريقة أخف شوية من العادي بقى من محمرها على النار كده. ملح، فلفل، شوية صغيرين من الزعتر عشان نعمل الصوص بالباقي، شوية من الثوم، معلقتين من الليمون، بقى ايه تتبل كده حلو، كلها تاخد التتبيلة معانا اهو. نحط بيكنج باودر، بعدين هنعملها كده بالدقيق، اهو الزعتر بيفرق جدا في الطعم، هيعجبكم جدا جدا. برضو ايه، احنا عايزين نبقى دايما بنعمل منوعين شوية في الوصفات، مش عايزين دايما نبقى بنعمل الاكل اللي هو كله هيبقى دسم، لا عاملة لكم برضو حاجة تبقى خفيفة شوية علشان الوقت وعشان التغيير وعشان ساعات بنبقى مش قادرين ان احنا ناكل اكل تقيل بس عايزين نعمل حاجة جديدة. هنحط كده ايه الزيت عليها، تخش الفرن هتبقى كريسبي وحلوة جدا بدل ايه ما تتشرب بقى الزيت الكتير وكده. تعالوا بقى نعمل الصوص بقى بسرعة كده. الصوص بتاعها بيبقى لذيذ جدا وسريع. حابين نعمله بالزبدة اوكي، حابين نعمله بالزيت اوكي، انا هعمل ده على ده عشان ايه ما زودش في الزبدة، بس هو بيطلع حلو جدا جدا لما ايه تتحط كمان هي فيها. نحط شوية من الثوم، هننزل الزعتر، هنحط بقى هنا كده الليمون، ونديلها شوية ملح، ايه شوية فلفل، وهحط الكريمة اهو. مش حابين تحطوا كريمة، حابين تحطوا لبن وتدوبوا شوية دقيق وتصفوه برضو تطلع حلوة جدا، بس ايه هسيبه يتقل شوية علشان اقدر ان انا احط بعد كده الفراخ فيه.